تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح اليوم اتصالا هاتفيا من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا فيليب لازاريني. أشاد الوزير بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الوكالة والعاملون فيها على الأرض في فلسطين، مقدما خالص التعازي والمواساة للأرواح التي زهقت لموظفي الوكالة الذين سقطوا جراء العمليات العسكرية العشوائية الأخيرة في قطاع غزة، مستفسرا عن سير العمليات التي تقوم بها الوكالة حاليا تجاه مساعدة الأشقاء الفلسطينيين على الأرض. من جانبه قدم لازاريني شرحا للخطوات التي تتخذها الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاه الأشقاء الفلسطينيين والعمليات الإغاثية وإيصال المساعدات لمحتاجيها، معربا عن الحاجة الملحة لدعم المجتمع الدولي لتسهيل عبور المساعدات الإنسانية عبر منافذ آمنة ومصانة دوليا. كما أكد وزير الخارجية تضامن دولة الكويت ومساندتها لأعمال الوكالة، خاصة في ظل المعاناة وتفاقمها جراء التطورات المأساوية الراهنة، مشددا كذلك على ضرورة تكافل المجتمع الدولي تجاه المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لدعم ضمان استمرار تمويل أنشطة الوكالة وبرامجها وأعمالها، مما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى حتمية تضافر الجهود الدولية للوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.